مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع، معكم حياة من حياة هوم كوكينج. إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير. اليوم وصفة اليوم تعتبر سلطة لبن مع الخيار. بلبنان منقول اللبن للزبادي أو اليوغرت. كلنا منعرف قد اللبن بغذي وفيه فيتامينات بتفيد الجسم. حكم الرجيم لتخفيف الوزن بينصحوك تاكل كاسة لبن قبل النوم. إذا بتفتشوا بتعملوا بحث عن فوائد اللبن الزبادي بتلاقون كتير كيف إذا في خيار وتوم تخيلوا قد فيه فيتامينات. خليكن معي حتى نشوف كيف رح نحضر هالوصفة. مكونات قدامكن على الشاشة. رح استعمل كيلو زبادي، فيكن تستعملوا من دون دسم، هيدا خياركن. بدي خيار، أكيد مش كله رح استعملهم، مغسلين منظفين. حصين من التوم، نعنع يابس، الكمية مش محددة لأنه بتحطوا نعنع على الذوق، وآخر شي الملح. وهي هي كل المكونات. رح أبدأ بتقطيع الخيار. رح خلي الخيار بقشرته، ما منقشره، منقطعه قطع كتير صغيرة. كل ما كانت القطعة صغيرة كل ما السلطة أطيب. إذا لاحظتوا الخيار اللي عم استعمله حجمه كتير صغير، لكيلو اللبن استعملت 14 حبة خيار. أكيد هالعدد شوي بنقز، 14 حبة خيار، بس إنه مثل ما شايفين قدي صغار. لاحظوا إذا بتعدوا كم خيارة حطيت هالكمية، بس في حال الخيار أكبر أكيد بدنا نحط أقل. هيدا الشيء أنتوا بتشوفوه عن نظر، يعني قد ما بتحبوا تزيدوا خيار تنقصوا خيار، ما في أي مشكلة بهالسلطة، هيدا على ذوقكن أنتو. بس الخيار أهم شي يكون مفروم كتير ناعم، حتى إذا فيكن أنعم من هيدي بيكون كمان أحسن. كتير مهم إنه الواحد يعرف يشتري خضرته من مصادر موثوق فيها، بالأخص بهالأيام المي تكون نظيفة، مي السقية، مي الري، الخضرة تكون مش مرشوشة بلدية، بتفرق كتير معكن بطعمة السلطات يلي بتعملوها. يعني لما تجيبوا خضرة بلدية غير لما نجيب خضرة تحت خيام ما إلها طعمة. فهيدا الخيار خيار بلدي وكتير طعمته طيبة. هلأ بدنا نفرم حصين توم. نعنع اليابس مكون كتير أساسي بالوصفة، ما فينا نستغني عنه أبدا، بالعكس لازم نزيد الكمية لتعطي الطعم الطيبة. طريقة انه هو ناعم، بس بحب هيك مثل ما شفته حفيتهم بايدي. هالطريقة بتنعمه اكتر للنعناع اليابس. كمان الملح على الذوق، بترشوا الملح شوي شوي. بدنا نخلط كتير منيح الثوم، الملح، النعناع اليابس حتى يتوزعوا على كل حبة خيار. بالنسبة لللبن لازم نخفقه كتير منيح مثل ما عم بتشوفوا حتى ينعم ويصير خالي من أي تكتلات. بنزله فوق الخيار كيلو كله، أكيد رح استعمله لهالكمية الخيار. شفتوا كيف ناعم شكله؟ لأنه خفقناه. نخلطهم كتير منيح أكيد. بدنا لما نخلط ندوق نشوف إذا بدنا ملح أكتر. والنعنع اليابس أنا من الشكل من النظر بقدر أعرف إنه بدي حط بعد نعنع يابس، بتحمل بعد. برجع بزيد نعنع يابس وبنظبط الملح، وهيك السلطة بتكون خلصت. في أهون من هيك؟ حبيتوا الوصفة؟ سهلة وسريعة ومغذية كتير وصحية كتير. إذا حبيتوها ما تنسوني باللايك شير وسبسكرايب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من حياة هوم كوكينج. بشكركم مسبق على دعمكم. وهيدا اللبن الزبادي مع الخيار جاهز للتقديم. فينا ناكله من دون أي شيء هيك لحاله، كتير خفيف، كتير منعش، رائع جدا. كمان اللبن مع الخيار بيلبق كتير مع الكفتة أو عرايس الكفتة. عملت مع اللبن والخيار عرايس كفتة، طلعوا كتير طيبين. رح نزلها قريبا على الشانل. بتمنى كون ذكرتكم بهالوصفة السهلة والطيبة كتير. بشكركم على المشاهدة وبشوفكم بفيديو جديد قريبا جدا. باي باي.